ملعب مباراه مباشره، ومعانا كابتن سامي قمصان مع زميلنا محمد توفيق. اتفضل يا محمد. اهلا بيك كابتن ايمن، برحب بحضرتك وضيوفك الكرام وكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. الف مبروك لحضرتك ولكل مشاهدينا ولكل جمهور النادي الاهلي. فوز يمكن صعب وحلاوه الفوز زادت من صعوبته، ومعانا كابتن سامي قمصان المدرب العام للفريق. كابتن سامي، يعني اداء ولا اروع في الشوط الثاني ورومونتادا رائعه، واعتقد يعني التغييرات ووقفه حضرتك مع ميسي وموسيماني اعتقد اتت بثمارها والتغييرات اديت المطلوب. طبعا تحياتي كابتن ايمن، ومبروك طبعا ليك ومبروك لجمهور النادي الاهلي. مباراه صعبه زي ما انت قلت، يمكن صعوبتها طبعا ان احنا كنا متاخرين، ان انت تتاخر بهدفين في الشوط الاولاني وترجع الحمد لله يكون عندك افضليه طول الشوط الثاني وفرص. الحمد لله التغييرات اثرت معانا، عملت معانا نتيجه ايجابيه جدا. لكن انا عاوز اقول ان احنا برضو قبل الاهداف كنا بنأدي كويس جدا، وكان عندنا كذا فرصه لبواليا، يمكن لو كانت سهلت الماتش اكتر، لكن ربنا الحمد لله كان معانا عشان اللعيبه اجتهدت اكتر وادت مباراه اعتقد لها كبيره جدا وعوده كبيره جدا ليهم، ودي بتدل على شخصيتهم. اللعيبه كبيره، لعيبه بتقدر يعني فاهم يعني ايه مسؤوليه اللي انت بتلعب شيرت النادي الاهلي، قاتل لحد اخر وقت. اعتقد الحمد لله ببريك لهم، وان شاء الله اللي جاي افضل لينا باذن الله. زي ما حضرتك اشرت كابتن سامي، اعتقد الشوط الاول كان فيه اكثر من فرصه لولتر بوريا في كره طلعت على خط الجون، لكن زي ما قلت ما كانش فيه توفيق. لكن الشوط الثاني الحمد لله التوفيق كان معانا. اتكلمنا على التغييرات، واعتقد كان فيه وقفه وقفتها انت ومستر موسيماني، اعتقد كنت تفوا بعد ثلاثه، اعتقد التغييرات كمان زي ما بقول جابت يعني حققت اهداف. يمكن انا كل مره بتكلم معاك وهنا خصوصا في قناه النادي الاهلي ان الراجل عنده ثقه كبيره جدا في كل اللعيبه الموجوده. الحمد لله احنا اللعيبه اللي موجوده الاساسيه النهارده كانت ادت مباراه كويسه، لكن كان عندنا ثقه اكبر في اللعيبه اللي بره، وهي دايما اللي بتقدر تعمل الفرق. يمكن قبل كده يمكن وليد سليمان كان من اللعيبه اللي يعني بتبرز الدور ده كبير جدا يعني، وبتقدر تاثر في نتيجه المباراه. يمكن ده اللي اتكلم عليه الراجل في خلال قبل المباراه وبين الشوطين، اكد علينا اللعيبه اللي بره هتبقى تاثر في نتيجه المباراه. واعتقد الحمد لله النهارده شريف ومروان وصلاح وكل اللعيبه اللي نزلت ليا حتى برضه نفس القصه، فاعتقد الحمد لله ادت مردود كويس جدا. الحمد لله كان ربنا موفقنا زي ما انت قلت في التغييرات، وراجل فكر كويس من خلال المباراه، واعتقد الحمد لله النتيجه الحمد لله كبيره لينا. وزي ما قلت لك بقى ان شاء الله عندنا مباراه اهم الفتره اللي جايه نركز فيها ان شاء الله ونقدر نحققها باذن الله. ان شاء الله كابتن، هل كنتوا قلقين شويه من يعني غياب التوفيق؟ يمكن مباراه البنك الاهلي، النادي الاهلي مضيع اكثر من 10 اهداف مؤكده، والنهارده الشوط الاولاني برضه استمرار لسوء التوفيق، هل كنتوا قلقانين ولا كان في ثقه من الفوز ان شاء الله؟ والله يمكن انت شفت حتى تغييراتنا الحمد لله، والراجل نفس القصه بيتكلم ان احنا عندنا ثقه ان شاء الله ان احنا هنكسب. في اوقات كتيره طبعا التوفيق ما بيبقاش معاك، لكن لان ما فيش حد بيملك التوفيق دوت، يعني انت بتملك اسباب واللي انت بتتعب وتجتهد، وده الحمد لله اللي احنا عملناه. يمكن زي ما انت قلت الماتش اللي فات كان عندنا فرص كبيره جدا ما قدرناش ان احنا نستغلها، لكن النهارده الحمد لله استغلنا الفرص اللي جات لنا بشكل كويس، واعتقد ان نتيجه مرضيه لينا والنتيجه تعوض الماتش اللي جاي، وان شاء الله الماتش اللي جاي افضل وافضل باذن الله. التوفيق في اللي جاي ان شاء الله كابتن. اللي جاي بقى يعني مباراه كبيره برضو امام بيراميدز، طبعا في ضيق وقت في تفكير في كاس عالم الانديه، لكن للاسف ما فيش رفاهيه الوقت انك عندك وقت انك تفكر في اي حاجه غير المباراه اللي عشان يعني ما تبعدش في المنافسه على لقب الدوري. هتستعدوا ازاي وهتكلموا مع اللعيبه ازاي في الكام يوم الفاضلين؟ هو كل المباريات مش مباراه بيراميدز بس هي اللي صعبه يعني، كل المباريات. اديك شفت النهارده مباراه عامله ازاي، بيلعب فرقه مميزه جدا، كابتن عماد من المدربين المميزين في الدوري. قبل كده الماتش اللي فات برضو قصاد البنك الاهلي، قبل كده سيراميكا، فاعتقد ان الدوري السنه دي مش زي السنه اللي فاتت خالص يعني. الفرق كتيره مستعديه جدا، فرق كتيره بتلعب قدام البطل باقصى حاجه جهد ممكن ده اللي احنا بنعاني فيه. لكن انت زي ما انت قلت ونقطه مهمه جدا يمكن الكابتن ايمن طبعا وضيوفه يتكلموا فيها، اللي انت بتتكلم في ضيق الوقت اللي احنا بنعاني منه. الحاجه الاكثر برضو نفس القصه الاصابات اللي احنا بنعاني منها خصوصا كورونا، اللي انت بتبقى ممكن عندك تصورات في المباريات بتفاجئ طبعا. النهارده في ناس بتطلع بره القائمه، في ناس بتجي لها كورونا، في ناس بتتصاب، فاعتقد الحمد لله ان شاء الله نتغلب على الحاجتين دول، وان شاء الله نوصل ان شاء الله لكاس العالم ان شاء الله، واحنا ان شاء الله في كل اللاعبين في جاهزيه تامه يعني، وان شاء الله نحقق ان شاء الله نتائج ايجابيه باذن الله. اخيرا كابتن سامي، طمنا على بدر بانون، يمكن خرج من قائمه المباراه قبل المباراه بلحظات، ويمكن ده عمل ركه شويه في الحسابات قبل المباراه. يمكن هو ده اللي انا كنت بكلمك عليه، يمكن بدر، ويمكن امبارح برضو اكرم توفيق نفس القصه. طبعا انت بتبقى عامل تصور على شكل معين للفرقه او تشكيل معين للفرقه فبتتفاجئ يعني، لكن النهارده هو برد كده شويه بدر يعني، يمكن قبل المباراه بساعات بسيطه يعني، لكن الحمد لله ياسر النهارده ادى مباراه برده طيبه جدا، خصوصا بقى له فتره ما بيلعبش، ولكن هو ادى اداء مميز جدا هو ايمن، فالحمد لله وان شاء الله يرجعوا اللعيبه لينا بالسلامه باذن الله. شكرا كابتن، بالتوفيق في اللي جاي ان شاء الله.
كابتن ايمن، ده كان لقاءنا مع كابتن سامي قمصان.